لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عصام الشوالي يعتذر من الجزائريين ويكشف تفاصيله الصادمة بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحاته ضد الجزائريين. لنتابع التفاصيل. أثار المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي الجدل، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها المنتخب الجزائري على الهواء بطريقة استفزازية، حيث قال الشوالي على أن الشعب المصري من علم الجزائر مبادئ اللغات العربية والدين الإسلامي وغيرها من الأمور التي أثارت غضب الجزائريين الذين شنوا هجوما على الإعلامي التونسي عصام الشوالي. وهذا وقام الشوالي قبل قليل بتصرف آخر مما زاد بتعقيد الأمور، حيث قام بحجب صفحته الفيسبوكية عن الجزائريين، حيث قام الشعب الجزائري وينتظر ردا أو اعتذار رسمي من عصام الشوالي أو توضيح بشأن ما حدث، لكنه أجابهم بحجب صفحته عن الجزائريين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.